الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبي. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد. التحالف الوطني يفتتح عدداً من المشروعات التنموية بأسوان. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبي. المزيد في التقرير التالي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة نيروبي شهدت تناول عدد من البنود الهامة على صعيد العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بمراجعة التقدم المحرز في مسار التكامل الإقليمي، وكذا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتقييم دور كل تجمع إقليمي في هذا الشأن، إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها في مسار تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، بالإضافة لقصص النجاح في هذا الصدد. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة في هذا الإطار، تناولت دور وكالة النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي اتصالا برئاسة مصر لها، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الراسخ في تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة ما يتعلق بتدعيم جهود تطبيق أجندة التنمية في إفريقيا 2063، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز التجارة البينية بها على وجه الخصوص. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكينية نيروبي الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد رحب الرئيس الكيني بزيارة السيد الرئيس إلى نيروبي، مثمنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها. وعقب انتهاء فعاليات القمة، غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الكينية نيروبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وعبر مدبولي في برقيته عن أطيب التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة العطرة التي كانت ولا تزال تمثل رمزا لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر
مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة. وعهد مدبولي الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية حتى يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد عام 1445 هجريا. وعبر مدبولي في برقيته عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة الشيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن افتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كيانات التحالف بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان وسط أجواء احتفالية حضرها أهالي المحافظة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.